اسمه ايه؟ عبد الخالق سيد عبد العالي. عبد الخالق سيد عبد العالي. عبد الخالق سيد عبد العالي. النهارده كان في ماتش بينك وبين مين؟ النهارده كنت بلعب نادي العالمين. كنت بتلعب نادي العالمين، النتيجه كام؟ 3-3. انما ايه رايك في المباراه وايه رايك بقى في المنطقه والكلام من ده؟ لا والله المباراه النهارده بالنسبه للمباراه كان اداء كويس من فرقتي الحمد لله، الاولاد اجتهدوا وشدوا حيلهم. بس انشاء الفرقه دي كان امتى؟ من قيمه سنه كده. من قيمه سنه؟ انت اللي نقيت الاولاد وانت اللي هم يعني الاول في اول ما بدانا الدوري ما كانش في المجموعه الموجوده حاليا يعني. عدى ماتش واتنين برضو واخترت بعض العناصر وجمعتهم وعملت كونت فرقه كويسه وربنا يعني يسرها. طب يا كابتن الاكاديميه دي فين؟ للي يحب يروحها يعني مثلا ويقدم فيها. اولا في منطقه اسمها جنب ابو ناحيه كرداسه كده. يعني هي موجوده في كرداسه؟ ناحيه كرداسه. يعني لو حد سال عليها هناك اسمه كوبري الشعبوط. طيب وانتوا بتدربوا فين اساسا؟ في ملعب اسمه ملعب المكاوي. ملعب المكاوي؟ هي الاكاديميه دي النادي ولا مركز شباب اللي عاملها؟ لا 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 هي هو ملعب كبير ومسمينه نادي المكاوي بجواره. صح يعني مثلا ليها صاحب ولا حاجه؟ ليها طبعا. طيب ما اولا صاحبها مستر تامر المكاوي اللي هو التربيه الرياضيه، موجه اول على مستوى كرداسه. موجه اول على مستوى كرداسه في التربيه الرياضيه. هو اللي كون الفرقه وهو اللي عاملها، هو اللي بيصرف عليها. وانا شغال مدرس برضه في التربيه الرياضيه. وهو اللي بيصرف عليها؟ لا 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 هم الاولاد اللي بيصرفوا على نفسهم. على نفسهم. هو حتى يعني حتى قال كده، قال الاولاد تجتهد وتصرف على نفسها مفيش اي مشكله خالص وعادي يعني، ولو عاوزين اي حاجه يقولوا لي. شكرا على الحديث ده، والف مبروك على التعادل. الحمد لله. وخامه طيبه الحقيقه يعني. شكرا جزيلا. اسمك يا كابتن؟ مصطفى نصر. مصطفى ايه؟ مصطفى نصر. مصطفى بقالك كام سنه في الاكاديميه؟ 3 سنين. 3 سنين. مين بيدربك؟ كابتن احمد. طيب والرقم الفانيلا كام؟ 3. رقم 3؟ اسمك ثلاثي؟ معاذ اشرف. ايه؟ معاذ اشرف. مواليد كام يا ابني؟ 2000. 2000؟ واحد. بقالك كام في الاكاديميه؟ الاكاديميه؟ انا بقالي 6 شهور. يعني أول سنة السنة دي. طب رقم الفانيلا كام؟ 6. اسمك؟ محمود. إيه؟ محمود. تلعب فين؟ أنا بلعب مهاجم. مهاجم؟ بتلعب في أنهي نادي؟ أكاديمية المكاوي. بقالك كام سنة فيها؟ بقالي سنة. ورقم فانيلتك؟ 17. مين اللي بيدربك؟ كابتن عبد الخالق. علي. اسمك؟ عمرو ياسر. عمرو إيه؟ ياسر أحمد. مواليد؟ 2001 يوم 10/10. ماشي. 2001. سنة 2001. 1/10/2001. طيب بقالك كام سنة في الأكاديمية؟ سنة. أول سنة السنة دي؟ رقم فانيلتك؟ 15. مين بيدربك؟ كابتن. اسمك يا كابتن؟ إسلام حمد أحمد. إيه؟ إسلام حمد أحمد. إسلام حمد أحمد. مواليد؟ 14/2. من رقم فانيلتك؟ 99 مش كده؟ رقم 8. هداف؟ ايه؟ هداف؟ جاب جونين. طيب لو جبت جون النهارده تجيلي يعني بعد ما يخلص الماتش تعالى. ماشي. ماشي خليك واقف زي ما انت. اسمك ثلاثي كده؟ علاء عبد الله. علي ايه؟ علاء عبد الله بشير. رقم فانيلتك؟ 18. مواليد؟ 94. 4/95؟ 4/95. 99. مين بيدربك؟ كابتن عبد الخالق. خليك واقف زي ما انت. اسمك ثلاثي؟ عمارة جمال سعد محمد. كم؟ ابراهيم محمود السيد محمد. بقالك كم سنة في الأكاديمية؟ سنة. بقالك سنة؟ مواليد؟ 14/6/1999. مين بيدربك؟ كابتن عبد الخالق. اسمك ثلاثي؟ معاذ فرج. معاذ فرج؟ ايه علي؟ بقالك قد ايه في الأكاديمية؟ 5 شهور. ايه 5 شهور يعني أول سنة السنة دي. رقم الفانيلا؟ ايه؟ 9. اسمك ثلاثي؟ ثلاثي. عمل فيلم أبو لكن عبادة. مواليد؟ 99. 99. بقالك كام سنة في الأكاديمية؟ في المكاوي؟ شهر. أول سنة السنة دي ها؟
اول سنه السنه دي. مين بيدربك؟ كابتن عبد الخالق. ايوه خليك واقف زي ما انت. اسمك ثلاثي؟ باسم صابر. ايه؟ باسم صابر. باسم؟ باسم ايه؟ طاهر؟ صابر؟ ها؟ محمد. رقم فانيلتك الصابر؟ 10. 10؟ هداف؟ دخلت جوان السنة دي؟ ورقم فانيلتك 10؟ مواليد؟ 99. بتلعب بقالك قد ايه في الأكاديمية؟ سنة. سنة؟ طب لو دخلت جون النهاردة تعالى لي. ها؟ بعد ما خلصت. ماشي؟ خليك واقف زي ما انت. ايه؟ مؤمن محمد. مواليد كام يا مؤمن؟ 99. 99. بقالك كام سنة في الأكاديمية؟ مين اللي بيدربك؟ كابتن عبد الخالق. حارس؟ الاسم الثلاثي يا كابتن. كابتن عبد الخالق السيد. لا واضح من النبي. عبد الخالق السيد. عبد الخالق ايه؟ عبد الخالق سيد عبد العال. سيادتك بتدرب الاكاديميه بقالك قد ايه؟ انا ليه اول سنه. انا دي اول سنه السنه دي بتدرب فيها الاكاديميه؟ تحب تقول حاجه على المنطقه؟ لا اقول كل خير والله. يعني ايه رايك في المهرجان وال المهرجان اولا ممتاز ده والان. وافاد العيال ولا ما افادهمش؟ افادهم طبعا، لان المهرجان ده نقول عليه مهرجان تعارف بين المدربين وبين اللاعبين وبين الروح الرياضيه والمعرفه بال زمايل مع بعض، كاننا احنا كده يعتبر في مدرسه. المدرسه فيها ولد بيحب يصاحب، وفيها ولد بيحب يتعرف، وفيها ولد بيحب يقابل زميله ويتعاون معاه ويتكلم معاه ويدردش معاه عشان يحصل بينهم وبين بعض تألف. وتعارف برضه في نفس الوقت. مفيش شكوى ولا حاجه؟ لا 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 لا، يعني كابتن فاوي برضه من الشخصيات المحترمه جدا، سواء كابتن فاوي او كابتن خالد او الكباتن اللي هناك كلها يعني. والكابتن صالح. والكابتن صالح برضه من الشخصيات المحترمه جدا. والكابتن حوده. والكابتن حوده برضه. المراقب المباراه. الكابتن حوده من الشخصيات المحترمه يعني. الواحد مش عاوز يعني يقول حاجه اكتر من كده، لا يقول ببالغ ولا حاجه، بس كلهم يعني تيم مكتمل، تيم عنده خبره اولا، عنده ثقه في نفسه، عنده بعض الميوز اللي هي ممكن ما نجدهاش يعني ما نجدهاش في اي منطقه. متشكرين يا كابتن على هذا.